الاول انا هفتكر النهارده الصبح وانا ببعت لحضرتك، فقلت لي طب انا هخلص المؤتمر الاقتصادي، انا قاعده بسمعه كويس وهنتكلم. صح، فاستمعتي طبيعه الحال بمنتهى الدقه والانصات. ايه اللي عجبك او بالادق ايه اللي لفت انتباه دكتور نيفين الطهري غير موضوع الستارت ابس او الشركات انت الناشئه؟ هتستعجب يعني. الرقم اللي اداه رئيس الوزراء في ان هو في خلال 3 سنين هيدي 65% للقطاع الخاص، مش مستعجب خالص لو ده لفت نظري بقوه، لان دي في حد ذاتها بترجم كل الحاجات اللي اتقالت. هطرح في البورصه ايه، هحط في البورصه انهو شركات. المؤتمر اللي هيعقد من رئيس الوزراء ان شاء الله بأنهو قطاعات هتكون موجودة ايه. دكتورة هالة السعيد في الصندوق السيادي، واحنا شايفين ال10 مليار اللي بيتكلم حضرتك عليهم، اوريدي احنا عارفين 7 مليار منهم جايين منين، وكلها حاجات جديدة، كلها حاجات الحقيقة يعني ما بتسمعش الكلام ده هوت، بس في ناس شغاله، في ناس قاعده في ناس بتشتغل. قاعده بتشتغل، وفي ده اللي بس كنت كل بقوله. واحد بيشتغل في حتته. هل معقول كل هذا المؤتمر هو مخرجات اسبوعين فاتوا؟ لا لا، يعني مش الناس فجأة اشتغلت لما الرئيس قال في افطار اسره مصريه اعملوا مؤتمر لا دولي، مؤتمر عالمي، مؤتمر صحفي عالمي كده، في شغل سابق لا، لحد حبه انا كويسه هديك يعني مثل صغير قوي. اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أول السنة يعني جابت كل اللي لهم علاقة بال يعني كل الوزراء تقول لهم أنتوا هتعملوا إيه قبل ما يبقى فيه التفاقم الشديد في الأزمة، وسمعنا هم بيعملوا إيه، وبالتالي إحنا كجهة يعني رقابية انت بتبرين انت هتعمل. فرئيس اللجنة يعني very specifically يعني قال نتقابل الناس دي هات، ودي اللجنة الاقتصادية، فهو بيبين لك ان لا، هو كل حد بيشتغل بس بيشتغل في منظومة كما لو كنت انت في معزل، في ايلاندز الصراحة يعني. ويمكن هي دي اللي انا دايما باخدها علينا احنا في البلد، لأن احنا عندنا قدرات رهيبة، قدرات رهيبة طيب. الصراحة.